لأتكلم حتى ضميريا بس لكل الناس اللي عم تسأل، منا ما قالت ليش أنا عاوزة تسأل بالموضوع ده أو ما تسألش، هي سايبة الأمور على طبيعتها. وده الحاجة اللي أنا كنت بكلمك فيها تحت الهواء، بقولك الناس واخدة فكرة ما بتشبهكيش خالص. دي حقيقة. هو عارفة المشكلة، يمكن هقولك أنا ما بتكلمش عن نفسي كتير، يعني أنا مش من الشخصيات اللي دايماً على السوشيال ميديا متواجدة وبقول أنا بعمل إيه وبروح فين وبعمل وبسوي، لحد نقطة معينة. لما وصلنا للنقطة المعينة دي بقت فجأة الناس تعرف كل حاجة عني، بس كل ده غلط. بقت كل الحاجات اللي معروفة عني كلها غلط، يعني يوم ما يتعرف عني حاجة غلط. فاهمة قصدي؟ بس فأنا يعني طب خلينا نبتدي حتى نحكي شوي بالجرأة اللي فجأة الناس اكتشفتها فيكي. صرنا نسمع نقول ها عاوزة تثبت للناس إنها كبرت، أنا مش منها الصغيرة. أنا في صور ليكي بالمايو، صور حاملة سيجارة، تعليقات من الناس، هجوم عليكي، وكأنه الصورة اللي كانت مبنية في أذهان الناس منها الصغيرة البريئة الطفلة هي أنا كبرت وعندي حرية ونعمل اللي أنا عاوزة. ده صح؟ لا مش صح. هقولك حاجة، أنا زي أي حد بروح البحر، بتبسط، بحضر حفلات، بسهر، كل الناس بتعمل كده، كل الناس. وأنا بعمل ده، أوكي؟ بس أنتي لو دخلتي عندي على السوشيال ميديا بتاعتي أنا بقى، يعني سيبك من جوجل، سيبك من أن أنتي تكتبي اسمي فيطلع لي. لو دخلتي على السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعتي اللي أنا بقدم فيها نفسي بالشكل اللي أنا عايزاه، مش هتلاقي الحاجات دي. فده دليل على أنه مش أنا اللي طلعت ده. طب الصورة اللي ليكي على البحر جابت منين؟ دي أنا اتعمل هاك على موبايلي، يعني الفترة دي أنا اتعمل هاك على موبايلي، والحاجات دي طلعت غصب عني، مش أنا اللي طلعتها عن نفسي. طيب أنا لو طلعتها عن نفسي مش هطلع أقول بعدين لا أنا مش عايزة عندي تحفظات في الأدوار اللي بعملها، هبقى أنا كده منافقة. بس أنا مش منافقة، أنا حرة في الطريقة اللي أنا حابة أقدم بيها نفسي للجمهور، زي ما أي فنان أو أي فنانة ممكن يكون بيعمل أي حاجة في حياته، ولكن هو عنده كامل الحرية إن هو في الحاجات اللي هتعيش له بعد 20 و30 و50 و70 سنة، عنده كامل الحرية إن هو يقدم نفسه في الحاجات اللي هتعيش له دي بالطريقة اللي هو حابب يقدم نفسه بيها. ده مش نوع من التناقض؟ لا، ما أنا لسه بقولك في ده بقى الناس بتفتكره إن أنا متناقضة، إن أنا بطلع أقول لا أنا مش عايزة أقدم ده وكذا وكذا، وإنتي بتنزلي على البحر وبتشربي سجاير. لا أنا بنزل على البحر، يعني المفروض أعمل إيه؟ منزلش على البحر؟ ثواني، أنا هو لبس البحر إيه؟ المفروض ألبس إيه على البحر؟ إسدال؟ لا، لبس البحر هو لبس البحر. لو رايحه تسهري مش تلبسي لبس سهر؟ فكل مكان ليه لبسه. انا زي اي بنت، مش لازم بقى اقول لك فنانين، لا هو اي بنات في سني واصغر مني مش بيروحوا البحر، مش بيلبسوا مايو، اشمعنى انا ما البس؟ مش انا حره؟ طيب اشمعنى انا معيش حياتي زي ما الناس كلها عايشه؟ اشمعنى في ناس بتعمل الكلام ده وما بيتقالش عليها حاجه؟ عشان انت صورتك في اذهان الناس مختلفه عن الصوره اللي عم بتحاول. ده بيرجعنا للسؤال اللي سالتك اياه بالاول. الناس شايفاك البنت البريئه الكيوت، فجاه لقينك عايشه حياه مختلفه، صوره مختلفه. واللي زاد الموضوع الطين بلة مثل ما بيقولوا، لما طلعت قلتي انا بادي الادوار دي وما باديش الادوار دي، فتاهت تاهت منهم. لا انا هقول لك، انا هشرح لك الموضوع كله. انا زي ما قلت لك، انا زي اي شخص، مش زي اي فنان، لا انا زي اي شخص طبيعي بيمارس حياته الطبيعيه بالشكل الطبيعي. في الصيف بروح اصيف، في الشتاء بقعد في بيتنا، دي حاجه طبيعيه الناس كلها بتعملها. لكن الحاجه اللي هتقعد لي الحاجه اللي في شغلي اللي هتقعد لي، انا حابه ان انا اقدم نفسي. يعني انا ما طلعتش قلت على فكره اللي بيتبسوا او كذا او كذا دول ناس مش عارفه ايه، انا ما طلعتش قلت، انا بتكلم عن نفسي. انا بعد 20 30 70 سنه زي ما قلت لك هيبقى عندي اطفال ان شاء الله، الاطفال دول مش حباهم، يعني انا حباهم يبقوا شايفين امهم بصوره معينه. فانا بتكلم في اللي هيعيش لي حياتي بقى، انا حره فيها، هرجع استغفر يا ستي خلاص ربنا هيسامحني، لكن الحاجات اللي هتقعد لي انا حره اتحكم فيها من دلوقتي. اختيارات، ودي حاجة مش دي اختيارات بالظبط، ودي حاجة على فكرة مش 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 غلط، يعني اتليست لو في حاجة ضاعت مني ألحق التانية بس.